بس عايز استاذ رضا، هو حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ طيب استاذ مرتضى، مؤهلك ايه يعني؟ الشهاده اللي معاك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ مؤهلك ايه؟ الشهاده اللي معاك ايه؟ جاهل. نعم؟ جاهل. جاهز ايه؟ مش فاهم. هو هي دي مالها بلاعيب الكرة؟ وهي مالها انت باللي عمال تخرفه من الصبح وانت قاعد؟ لا انا ما بخرفش. عيل دبلوم صنايع، امير ده ضابط شرطه محترم، تتكلم عنه تتكلم بادب واحترام. لا لا طبعا، لا لا الكوره ما فيهاش ادب واحترام يا استاذ المستشار. لا مش هسمع، مش هسمع. اسمع انت بقى، الكوره مالهاش دعوه لا بدكتور ولا بمهندس. خلينا نسمع كابتن رضا. كابتن رضا خلينا نسمعه. يعني ايه دخل المؤهل؟ خلينا دخل المؤهل في الكوره. خلينا نسمعه وبعدين